عرفت مدينة العرائش هذا الصباح حملة تحسيسية وبالضبط من محطة رقية للمدينة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الرقية الممثل في يوم 18 فبراير. تمت مجموعة من القطاعات بالقيام بأنشطة تحسيسية للأهمية البالغة لهذا اليوم الخالد والراسخ في ذاكرة كل مواطن ومواطنة، وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة العرائش والوكالة الوطنية لسلامة الرقية ومؤسسة البغاز للسياقة المهنية وإدارة المحطة الرقية بالعرائش، قامت جمعية لكسوس المهنية للسائقين بتنظيم برنامج احتفالي باليوم الوطني لسلامة الرقية في أحسن الظروف كحملة تحسيسية ذات حس وطني لمحاربة حوادث السير ليومي السبت والأحد 20 و21 فبراير، وهذا تحت شعار كلنا من أجل الحياة. السلام عليكم، معكم الإخوان ديال المكتب الصحي، جاوا كيساندوا الإخوان ديال أصحاب السيارات في هذا اليوم، اليوم الوطني ديال السلامة الطرقية. حنا راهنا خدمة بجميع الحالات، وتحية إخوان. شكرا. كيف دائما كما ما تعرفوا سي مصطفى كتسرق الطاكسي ديالك يوميا روايل المدرة ديالك والراكبين ديالك طريق السلامة. شكرا لكم بزاف. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا في البداية كنبغي نشكر المنبر الإعلامي ديال الفجر على التغطية الصحفية وعلى المواكبة ديال هذا البرنامج ديال هذا الحدث اللي كنعتبروه حدث كيجي في سياق المبادرة الوطنية ديال من أجل الحياة اللي اختارت لها شعار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ديال هذا العام. هذا هذا الشعار هذا كيجي طبعا بالنسبه كيف كتعرفوا ان السلامة الطرقية او حوادث السير في المغرب كتحصد واحد المجموعه ديال الارواح بشكل يومي وبشكل دوري وباعداد كثيره اللي كيوقع عندنا حنايا في المغرب في حوادث السير ما كيوقعش في بلدان اخرى اللي عندها حروب وعندها كوارث. وبالتالي من هذا المنبر كنبغي نرسل واحد رساله اولا لاخواني وزملائي واصدقائي الزملاء المهنيين السائقين المهنيين انهم ياخذوا كافه الاحتياطات وياخذوا الحيطه والحذر على الطرقات وما يتجاوزوش السرعه المحدده. كذلك بالنسبه للمواطنين كنشدهم على انهم يحترموا ممرات الراجلين، يحترموا قوانين السير. بالنسبة للمستعملين الطريق كذلك السائقين يحترموا قوانين السير، يحترموا التشوير الطرقي، يحترموا الراجلين، من أجل أننا نحاولوا نتفادى ونقلوا من هذه الأعداد الكثيرة ديال الحوادث السير. اليوم ثم ضيف عندنا، مرحبا بكم في البرنامج اللي نظمناه كجمعية لكسوس مهنية للسائقين بمدينة العرائش. اخترنا هذا البرنامج أنه يكون في يومين، اليوم الاول كيف كتشوفوا يعني حمله تحسيسيه بالمحطه الطرقيه بالنسبه وخلق واحد التواصل واحد الديناميه مع المواطنين ومع المرتفقين ديال المحطه الطرقيه مع المسافرين. هذا المشروع هذا التنزيل ديالو كيتم بشراكه مع بدعم من المجلس الجماعي لمدينه العرائش، كذلك مؤسسه البوغاز للسياقه المهنيه، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وواحد مجموعة المتدخلين منهم الإدارة العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وقاية مدنية، وكافة المؤسسات اللي من هذا المنبر كنوجه لهم الشكر الجزيل على الدعم ديالهم وعلى المساندة ديالهم وعلى المواكبة ديالهم لهذا المشروع. وكنطلب من الجميع انه ينخرط في هذه المشاريع اللي هي ذات حس وطني، كنعتبروها ذات حس وطني وذات اولويه، لان الاشكال اللي عندنا في المغرب ديال حوادث السير هو كنعتبروه قضيه وطنيه من القضايا من اولى الاولويات، وقضيه وطنيه لان كتحصد العديد من الارواح. وكنجدد الشكر الجزيل للاخوان اللي انخرطوا معنا في المشروع، جمعيات، نقابات، فاعلين مدنيين، مؤسسات عموميه، صحافه محليه، صحافه وطنيه، وشكرا شكرا مجددا للجميع، وتحيه نضال. قد كنا مشاهدين الاعزاء مع مجموعه من ممثلين جمعيه لكسوس المهنيه للسائقين في تقرير وتفسير لبعض النقط المتعلقه ببرنامجهم يوم السبت 20 فبراير بالمحطه الطرقيه بمدينه العرائش. انتظرونا مشاهدينا الاعزاء في موعد جديد يوم غد الاحد 21 فبراير تتمه لهذا البرنامج وهذه الحمله التحسيسيه على الساعه 3 زوالا لمناقشه مستجدات مدونه السير وكل ما يتعلق بالسلامه الطرقيه.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.